أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الثانية من ساعة حرة خاصة الليلة في انتخابات الرئاسة انتخابات النيابية المصرية، وعما إذا كانت هي انتخابات برلمانية بنكهة رئاسية. تبقى معنا الدكتورة هالة مصطفى من القاهرة، وهي عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورئيسة تحرير مجلة الديمقراطية الصادرة عن مركز الأهرام. سيكون يعني في مداخلة تقريبا أخيرة، وأيضا دكتور مأمون فندي الأستاذ في جامعة جورج تاون الأمريكية هو معنا من لندن، وسكوت كاربنتر هنا في الاستديو. سكوت، أريد منك دقيقتين قبل أن يغادرنا الضيفان من لندن والقاهرة، خلاصات أو أسئلة إن صح التعبير، دقيقتين فقط تعليقا على ما استمعت إليه قبل قليل من نقاش حامل. السؤال لسكوت كاربتر، عفوا دكتورة هالة، فقط أردت ملاحظة سكوت قبل أن تغادر. تفضل سكوت. تفضل. ولتلخيص ما سمعته حتى الآن هو أن لا أحد توقع الكثير من هذه الانتخابات، سواء كانت هالة أو الأستاذ فندي، لم نتوقع الكثير من هذه الانتخابات البرلمانية من ناحية التغيير أو جودة التغيير. من منظوري الشيء المهم هو كيف تتطور مصر، ما هي القصة التي على مصر أن تحكيها، ماذا يريد الحزب الحاكم أن يفعله. من الواضح من هذه الانتخابات أن الحزب كان يأمل أن يستعملها للحصول على نوع من الشرعية لسياساته، وهذا الهدف المحدد الحزب لم ينجح فيه. هل سيستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؟ هذا ليس بسؤال، ولكن قدرة الحزب على عمل ذلك بدعم من الشعب المصري هذا موضع تساؤل. أيضا للإجابة على السؤال الخاص بإمكانيات الإخوان المسلمين، الحكومة قامت بعمل كبير في ملاحقة الإخوان المسلمين، وكانت تفعل هذا في السنة والنصف الماضية وبطريقة منهجية. الإخوان المسلمون لا يشكلون أي تهديد حقيقي للنظام في مصر، وهذا العذر الذي تقدمه الحكومة، هل نحن أو الإخوان المسلمين، هذا عذر زائف. عملية السلام أو الديمقراطية أيضا هي خيار، ويمكن أن نعود إلى هذا في النقاش. نعم دكتور مأمون فندي، بدقيقتين أن توضح ما كنت تقول، أن الدكتورة هالة ربما فهمتك خطأ، أو أنها يعني لم تعرف تماما الفكرة التي طرحتها، لتوضحها لها قبل أن نستمع إلى ردها الأخير. لا، ليست هناك عبقرية في فهم المسألة المصرية. يعني في أدبيات العلوم السياسية التي ندرسها للطلاب، التجربة المصرية واضحة، تسمى بما يسمى الار بي بي او ريستريكتد بوليتيكال بلوراليزم، او النظام السياسي التعددي المغلق. فليست هناك، ومصر بالنسبة للجوار أفضل من جوارها بكثير، لكنني ما زلت أصر على أن الجوهر الديمقراطية أو الميتريكس الأساسي بالنسبة للديمقراطية والفرد الحر المستقل من سياقه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بحيث يعبر عن آرائه بحرية كاملة. هذا النظام، يعني هل تطرح لنا نموذجك الشخصي دكتور مأمون فندي؟ يعني أنت لا ليس نموذجي الشخصي، خرجت ربما من الصعيد من بعض المفاهيم الاجتماعية وما شابه. لا ليس نموذجي الشخصي، لا على الإطلاق. كل ما أود أن أقوله أن لدينا نتيجة للنشاط أو بعض الناشطين السياسيين يحاولون في معظم الأحيان أن يلوموا النظام السياسي الحاكم على أنه السلطوي الوحيد في هذا المجتمع. هذا المجتمع تبدأ فيه السلطوية من العائلة حتى الحارة حتى جوار المسجد أو جوار الكنيسة، السلطة الدينية السلطوية متراكمة وليست مسؤولية الحكم فقط. السلطوية موج من فوقه سحاب، تراكمية متتالية، وليست هي مسؤولية الحكومة فقط، ولكنها مسؤولية اجتماعية كاملة. ثقافة سلطوية أنتجت، يعني الحكومة لم تسقط على هذه المجتمعات بالباراشوت من الخارج، الحكومة هي نتاج طبيعي لهذه المجتمعات ونبت طبيعي لهذه المجتمعات، والبرلمانيون سيكونون أيضا نبتا طبيعيا لهذه المجتمعات. فلا يمكن أن ننتج ديمقراطية غربية في مجتمعات
تقليدي. شكرا لك دكتور مأمون فندي. ولن نفرغ الشرق الأوسط من أهله ونأتي بغربيين كي يسكنوا. دكتور هلا مصطفى، الكثير من الردود يعني، ونحن نأخذ طبعا من وقت دكتور وحيد عبد المجيد الذي سيكون مكانك بعد قليل. تفضلي بالإجابة على دكتور مأمون وأيضا على السؤال الذي كنت طرحته عما إذا كانت هذه انتخابات برلمانية بتوليفة رئاسية إن صح التعبير. بإيجاز شديد أنا عايزة أطمن دكتور مأمون فندي أن أنا فاهمة تماما فكرته، لكن هو الخلاف الوحيد أن احنا بنشخص الحالة العربية أم نجد علاجا لها. هو يعني بيشخص الحالة الموجودة وأسباب السلطوية، نحن نعلم ذلك ومتأكدين، والثقافة السياسية والثقافة العامة في العالم العربي هي ثقافة ضد حرية الفرد، وهي ثقافة جماعية، وهي ثقافة فيها كثير جدا من السمات الشمولية أو التقليدية أو ما قبل الحديثة. أنا أعتقد أن في أزمة حقيقية في العالم العربي تتعلق بالتحديث. هذا العالم العربي لم يستكمل أي عملية تحديث إلى المنتهى، فالقضية ليست مجرد قضية ديمقراطية ولا تحول ديمقراطي، القضية هي قضية تحديث. وأنا مؤمنة جدا بأن بدون هذا العنصر، بدون هذا الجانب، فيبقى الحديث عن ديمقراطية وحريات وحقوق إنسان إلى آخره نوع من العبث. طيب دقيقة واحدة لموضوع الرئاسة لو سمحت دكتورة. في تمام، هل البرلمان ده هو إعداد لانتخابات الرئاسة؟ وأنا أعتقد أنا فاهمة ما تلمح إليه، بس أنا مش شايفة أنه التركيبة هتكون مختلفة عن التركيبة الماضية ولا عن أي تركيبة برلمانية حدثت في مصر منذ الأخذ بالتعددية السياسية. الحزب الوطني ما زال هو الحزب الحاكم الكبير المهيمن، وده هينعكس في البرلمان. يعني حتى لو حدثت أي تطورات قد لا تجعل الرئيس حسني مبارك هو مرشح الحزب السنة المقبلة؟ حتى لو حدث أي شيء قدري، أنا أعتقد أن الأمور ستكون يعني معدة ومرتبة، والدستور بينص عليها، والمجلس الشعب أيضا هيكون بنفس التركيبة المعروفة، لن تكون هناك مشكلة. شكرا. كبيرة في هذا السياق. بس كلمة واحدة أخيرة علشان أستفيد من أنه دكتور سكوت كاربينتر موجود معنا، هو يتعلق بموقع الاهتمام بالتحول الديمقراطي في العالم العربي من الأجندة الأمريكية. يعني هذه المسألة بتأخذ منحنى هابط وصاعد، بحيث أن هي بتعمل نوع من الإرباك سواء للأنظمة الحاكمة الصديقة للولايات المتحدة أو حتى من الإصلاحيين العرب بشكل عام، الذين يعني إلى حد ما يرتبطون بالسياسة الأمريكية أو يتابعونها. فأنا عايز أعرف هل مسألة الدعم الديمقراطية ما زالت على سلم أولويات الولايات المتحدة أم أنها تراجعت؟ وأيضا إلى جانب ذلك، هل المسألة الدعم الديمقراطية يتعلق فقط بالانتخابات كمتغير أساسي، أم أن هذه المسألة تأخذ بعد أشمل من كده؟ لأني أعتقد أن الانتخابات ليست معيار وحيد أو أساسي أو ممكن أن نأخذه فقط للحكم على مدى التحول الديمقراطي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتورة هالة مصطفى، عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، وأيضا رئيس التحرير مجلة الديمقراطية الصادرة عن مركز الأهرام. سيجلس مكانك دكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة بعد قليل يتابع معنا. إلى حين ذلك أيضا أرحب الأستاذ حمدي رزق رئيس تحرير صحيفة مجلة المصور المصرية عفوا. أهلا بك من القاهرة أستاذ حمدي رزق. سكوت أكيد سأستمع إلى تعليق سريع منك قبل أن أنتقل إلى الأستاذ رزق حول ما سألتك عنه دكتورة هالة مصطفى بدقيقة واحدة لو سمحت. أعتقد أننا نركز دائما على الانتخابات لأنها انتخابات، من الصعب أن نركز على عملية الديمقراطة في غياب الانتخابات. ولكن الإعلام المستقل والمجالس التشريعية الصحيحة، كل هذه هي الإجابات.
هناك صعود وهبوط في الاهتمام الأمريكي بالديمقراطية. أعتقد أننا سنرى الإدارة تركز أكثر على هذه القضايا أكثر من العام والنصف الماضيين، وهذه هي طبيعة السياسات الأمريكية بالنسبة لكل السياسات التي يقودها الجهاز التنفيذي. عندما يأتي رئيس جديد أو يخرج رئيس، فقدرتنا على الاستمرار في أي سياسة صعبة، خاصة سياسة مثل هذه، أعتقد أن هذا جزء من طبيعة اللعبة لسوء الحظ. نعم، أنتقل إلى القاهرة وأرحب بالأستاذ حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة المصورة المصرية. أهلا بك أستاذ حمدي رزق في هذه الحلقة، وأسف للتأخر عليك. هل انتخابات الأحد 28 من نوفمبر التي أجريت تخدم في تقديرك صورة الديمقراطية في مصر، رغم تشكيك الكثيرين ببعض الإجراءات التي حدثت، بعض حوادث العنف، بعض الاتهامات التي ساقطها للسلطات منظمات حقوقية ومرشحون معارضون؟ يعني بالمقاييس الغربية أستطيع أن أقول نحن أمام تمرين سياسي قاسي عنيف في التجربة الديمقراطية المصرية، بمعنى أن الديمقراطية في مصر بتمر بمجموعة من التمارين السياسية. هذه التمارين السياسية تتفاوت في الشدة والقسوة ما بين وبين، وبالتالي أنا شايف أن التمرين النهاردة كان تمرين مهم جدا للحزب الوطني، أصبح الآن أكثر جدية في التعامل مع الحياة السياسية المصرية، أكثر رشادة، أكثر عقلانية في التعامل مع المتغيرات السياسية والديمقراطية الموجودة. أحزاب المعارضة وجدت لنفسها فرصة أن تكون جزء من الحراك السياسي ديمقراطي. أعتقد أن الجميع تعلم من الجميع، حتى الأمن تعلم كيف يكون بنسبة كبيرة أو بنسبة مبشرة أن يكون على الحياد، حتى التنظيم غير الشرعي جماعة الإخوان تعلمت كيف تكون الحياة السياسية بدون تديين سياسي، وعلمت جيدا النهاردة أن عملية تديين السياسة لن تكون على الإطلاق أسلوبا منطقيا وعقلانيا وسياسيا صالحا للتعاطي في المرحلة المقبلة. تمرين سياسي يستفيد به كل الأطراف، وبالتالي اليوم الأحد واليوم المقبل، يوم الأحد المقبل يوم الإعادة، الاثنين بيشكلوا حالة سياسية الفوائد المنتجة منها أو العوائد منها كثيرة جدا جدا، الدروس المستفادة على المستوى الوطني، على المستوى الحزبي، على المستوى السياسي، أعتقد جميعها تؤدي إلى تقدم ولو نسبي في العملية السياسية المصرية، تدعم الحراك السياسي رغم الآليات التقليدية التي جرت بها العملية السياسية اليوم. نعم، أرحب أيضا بالدكتور وحيد عبد المجيد، انضم إلينا من القاهرة وهو مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة. أهلا بك دكتور وحيد، بالإضافة للأستاذ حمدي رزق الذي كنت تستمع إليه، معنا في الاستديو سكوت كاربنتر نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، ومن لندن معنا دكتور مأمون فندي الذي سيبقى لدقائق ولكنه كان حريصا على الاستماع لوجهة نظرك حيال العملية السياسية الجارية في مصر، هل هي في خدمة الديمقراطية؟ وقد ناقشنا في الساعة الأولى، لأذكرك دكتور وحيد عبد المجيد أو ألفت انتباهك وانتباه الأستاذ حمدي رزق إلى مسألة عما إذا كانت الديمقراطية صالحة في الدول العربية، وقد شهدت الحلقة يعني سجالا بين الدكتور مأمون فندي الذي يقول بأنها غير صالحة وغير ممكنة في الدول العربية، وبين الدكتورة هالة مصطفى التي قالت إنها ممكنة وفق بعض الشروط. وجهة نظرك لو سمحت. لا يمكن وضع القضية على هذا النحو، يعني الديمقراطية من حيث المبدأ هي ممكنة في أي مكان عندما تتوفر مقوماتها. في مصر وفي العالم العربي لم تتوفر هذه المقومات، أو أهم هذه المقومات لم يتوفر حتى الآن، سواء على المستوى التنظيمي والمؤسسي أو على المستوى الثقافي، وبصفة خاصة على المستوى الثقافي، لأنه الديمقراطية ليست انتخابات، الانتخابات تكون لها علاقة بالديمقراطية عندما تكون هناك ثقافة سياسية ديمقراطية، والانتخابات تكون لها علاقة بالديمقراطية عندما تكون هناك مؤسسات، إنه أطراف المشاركة في العملية الانتخابية هي أطراف تنتظم في مؤسسات. ما 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 يحدث في الانتخابات المصرية والعربية بشكل عام هو أننا إذا انتخابات بين أفراد في الأساس، هؤلاء الأفراد وراء بعضهم، بعضهم لديه لافتات حزبية أو تنظيمية،
لكن هذه اللافتات لا علاقة مباشرة لها بالانتخابات. معظم الناخبين الذين ينتخبون هذا المرشح أو ذاك لا علاقة لهم بالحزب الذي ينتمي إليه ولا بالتنظيم، سواء كان ينتمي إلى حزب وطني أو إلى إخوان مسلمين أو إلى حزب وفد أو تجمع، لكنه يتعامل مع الشخص الذي أمامه وما يقدمه له، وهو يتعامل معه كما لو أنه مرشح في انتخابات محلية أو بلدية. يعني ما شاهدناه في مصر اليوم لا يصلح أن يكون انتخابات برلمان، هذه انتخابات مجلس محلي، مجالس محلية، مجالس بلدية. هؤلاء النواب أغلبيتهم الساحقة لا يستطيعون أن يؤدوا دور النائب في البرلمان، النائب عن الأمة، هو يؤدي دور خدمي لمجموعة من أبناء دائرتي وليس للدائرة في مجملها. يعني تريد القول، عفوا دكتور وحيد عبد المجيد، لأهمية ما تطرحه تريد القول أن هذه انتخابات يسقط منها مفهومها التشريعي، كون الانتخابات لا تؤدي إلى برلمان مشرع بل إلى برلمان خدمي؟ كلمة أخيرة يا حسين. نعم، تؤدي إلى برلمان يضم أفراد، هؤلاء الأفراد اهتمامهم الأساسي هو بالناخبين الذين انتخبوهم، ليس حتى بالدائرة. المفترض حتى في النائب في المجلس المحلي أو البلدي أن يكون معنيا بمجمل الدائرة التي يمثلها، هؤلاء معنيون بمن ينتخبونهم. يعني إذا كان مرشح فاز بعشرة ألاف صوت، فما يعنيهم هؤلاء العشرة ألاف من بين مثلا 150,000 ناخب هم لا. الهيئة الناخبة في دائرتي، هو وهؤلاء يعني لا يريدون، أغلبيتهم الساحقة لا يريدون منه أن يكون نائبا في برلمان، هم لا يريدونه أن يذهب إلى القاهرة إلى مقر البرلمان، هم يريدونه أن يبقى بجوارهم بحيث إذا احتاجوه في أي وقت يجدوه يلبي احتياجاتهم. سأعود إلى الدكتور وحيد لو سمحت فقط لنستمع إلى مداخلة أخيرة من دكتور مأمون فندي لأنه سيغادرنا بعد دقيقتين ونصف. دكتور مأمون تفضل. أولا أنت في يد أمين أخي حسين، لأن لدينا طبعا سواء الأستاذ حمدي رزق أو الدكتور وحيد عبد المجيد كلاهما يعني من الذين يستطيعون إخبارك بما يحدث بموضوعية شديدة. فما قاله الأستاذ حمدي رزق بالناحية أن هذا تمرين سياسي مهم جدا، كلمة تمرين هي كلمة مفتاح أساسية، وما قاله الدكتور وحيد فيما يخص وما قلته أنا سابقا فيما يخص أن لدينا سيحدث نواب خدمات وليسوا نواب تشريع. لكن يهمني أن أختم قولي بنقطة أساسية رد على كلام سكوت كاربنتر، وهو فيما يخص مستقبل مصر، وهذا شيء يخص ندى سمين نورماتيف بوزيشن أو موقف قيمي بالنسبة لي. هذا الموقف القيمي أنني أفضل مصر في ظل تعددية محدودة مغلقة كما قلت RPP أو Restricted Political Pluralism أحسن من ديمقراطية في مجتمع تزيد فيه نسبة الأمية عن 50% في أريافه وغيره، وتساعده تيار ديني قد يؤدي إلى حالة من الفوضى. بشكل استراتيجي موقع مصر الإقليمي لا يسمح بحالة الفوضى، ولكن يسمح يفضل لمصر حالة الانتقال التدريجي من خلال التمرين السياسي على الديمقراطية مع الحفاظ على أكبر وحدة سياسية في الإقليم لضمان استقرار الإقليم، ودونما محاولة من واشنطن أو غيرها استغلال نقاط الضعف فيما يخص المنظومة السياسية الداخلية لمحاولة ابتزاز النظام في قضايا إقليمية ليس لها علاقة. ولكن أليس في مقدور النظام أن يمنع الابتزاز دكتور مأمون؟ فقط 30 ثانية للأسف. هم نقطتين، كما قال الدكتور وحيد لدينا مرشح يضع خلفه يافطة حزب تقول أنه ابن لهذا الحزب، ولدينا في واشنطن أيضا يتحدثون عن رافعين راية الديمقراطية في الخلفية، ولكن المقصد من الدفاع عن الديمقراطية هو ابتزاز سياسي لمصالح إقليمية محددة.
شكرا جزيلا لك دكتور مأمون فندي على هذه المشاركة، أستاذ في جامعة جورج تاون الأمريكية والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، كنت معنا من لندن. سنتابع مشاهدينا الكرام هذه الحلقة وهذه التغطية بعد هذا الفاصل مع ضيوفنا من القاهرة دكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة، أيضا الأستاذ حمدي رزق وهو رئيس تحرير مجلة المصور المصرية. هنا في الاستديو يبقى معنا سكوت كاربنتر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ونائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا. ننتظر أن ينضم إلينا من برلين الدكتور عامر حمزاوي مدير برامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للدراسات. نتابع معكم في نصف الساعة المقبل المزيد في شأن الانتخابات المصرية والدروس المستخلصة منها، فابقوا معنا. عودة مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة الخاصة من الساعة حرة. أستاذ حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور المصرية في القاهرة، يعني وصفت ما حصل بأنه تمرين سياسي قاس وعنيف. التداعيات المحتملة لمثل هذا التمرين، هو تمرين قلت أنه للجميع، ولكن ثمة من يرى أنه في الجزء القاسي والعنيف منه قد يؤثر في كافة الشعارات التي تطرحها الحكومة ويطرحها الحزب الوطني عن ديمقراطية الانتخابات أو عن نقلة نوعية في مسار الانتخابات. هل ثمة يعني من تتوقع أن يستفيد أكثر من هذا التمرين ومن نتائج هذا التمرين؟ هل هي السلطة أم الأحزاب المعارضة أم الذين قاطعوا أم السلطات الأمنية في حد ذاتها؟ بتقديري أن الكل مستفيد، ولكن كل بقدر، والقدر هو يحدد مدى الاستفادة الخاصة به. يعني مثلا الحزب الوطني، الحزب الوطني عليه أن يستفيد بشدة وأن يطرح شعار مغاير اللي هو مشاركة لا مغالبة. هي مشاركة لا مغالبة. أيضا جماعة الإخوان لابد أن تبحث لنفسها عن مكان في الحياة السياسية المصرية تحت لافتة حزبية، وأن تطلق إلى حد بعيد فكرة التنظيم غير الشرعي أو الجماعة التحتية وما إلى ذلك، لأن هذا الكلام لا يليق بالحراك السياسي بل يعطله بشدة، ويعطل أيضا مسيرة الدولة المدنية التي ننشدها والتي نبحث عنها والتي نتمناها ونستشرف المستقبل من خلالها. لأن تدين السياسة المصرية يجر الأحزاب الكبيرة والصغيرة إلى عملية تدين مضادة، ونفاجأ أن الحياة السياسية المصرية تحت لافتة دينية، وهذا أمر خطير جدا على الدولة المدنية التي ننشدها. أيضا الأحزاب المعارضة هي حصلت على بعض الفرص هذه المرة، من حقها أن تزيد من هذه الفرص، أن تزيد من هذه الحصيلة، أن تضغط لتوسيع مساحة الحرية، مساحة الديمقراطية، أن تبحث لنفسها عن مكان، ولو يمكن أن يكون هناك ائتلاف نوعية أو ائتلافات تحت لافتات معينة. يعني لماذا لا يكون اليمين يمينا ويأخذ من تحته مجموعة من الأحزاب، ولماذا لا يكون اليسار يسارا ويأخذ من تحته مجموعة من الأحزاب، وبالتالي تصبح التعددية المحدودة التي كان ينشدها الدكتور مأمون فندي. وبالتالي العملية السياسية المصرية فيها قدر كبير من الاستفادة للانتخابات رغم الأطر التقليدية. وهنا يحضرني كلام الدكتور وحيد عبد المجيد وهو صديق عزيز وأحترم كل طروحاته. الدكتور وحيد يتحدث عن نموذج موجود في الحياة السياسية المصرية، بل هو الغالب تعبير ابن الدايرة، وابن الدايرة ده تعبير كان عنوان لفيلم سينمائي أعتقد أنه متحقق في هذه الانتخابات. هي انتخابات تقوم حتى الآن على العصبية وعلى القبلية وعلى الفردية وعلى المرشح الفرد وعلى الخدمات المباشرة، لدرجة أن بعض النواب هم نواب العزاء والأفراح، يحضرون العزاء يشربون القهوة السادة ويحضرون الأفراح لشرب الشربات. وبالتالي لابد هذا النموذج أن يختفي. لا. يختفي متى؟ عندما تزيد مساحة البرامجية السياسية. وبالتالي نحن أمام تمرين سياسي كل يستفيد منه بقدر، هذا القدر يحدده المعني بالاستفادة، لن تفرض عليه مساحة الاستفادة. مع العلم أن التمارين السياسية أحيانا يحدث فيها شد عضلي، يحدث فيها كرامب، يحدث فيها أشياء من هذا القبيل قد تخرج البعض من الساحة السياسية. نعم.
أنتقل إلى برلين، وقد انضم إلينا من هناك مدير برامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي دكتور عامر حمزاوي. أهلا بك دكتور عامر حمزاوي، كنت طبعا من أبرز الناشطين بحثيا إن صح التعبير في متابعة هذه الانتخابات ومواكبتها ميدانيا وعبر تقارير عديدة. الآن بعد هذا اليوم الانتخابي، أي خلاصات، أي رهانات، أي أسئلة يمكن أن نتابعها ونرصدها في الأيام القليلة المقبلة؟ نعم، هي خلاصات أولية حسين. مساء الخير وتحياتي لك ولضيوفك الأعزاء. الخلاصة الأولية الأولى، أنا أعتقد أن علينا في مصر أن نعيد النظر وأن يفتح النقاش مرة أخرى حول مسألة إزالة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. يبدو أن بهذه الانتخابات حدثت مجموعة من التجاوزات، استطاع القضاء على الأقل في المرحلة الأولى للانتخابات الماضية في انتخابات 2000 السيطرة عليها، منع مندوبي المرشحين، منع المراقبين، عمليات تسويد تحدثت عنها تقارير منظمات المجتمع المدني طوال اليوم وتتصاعد خلال الساعات الأخيرة. أعتقد أن على الجميع في مصر، حزب وطني وأحزاب معارضة، إعادة النظر في مسألة مدى دقة ومدى صحة إزالة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية. أنت في أحسن الأحوال أمام دولة لم تستقر ممارستها الديمقراطية بعد، هناك العديد من القيود عليها وتفرض أيضا على الانتخابات وتمارس بيوم الانتخابات وتدخلات أمنية عديدة، من الأفضل أن يكون هناك إشراف قضائي كامل. الخلاصة هو أننا ما زلنا أمام عملية انتخابية على الرغم من تعددية المتنافسين، أحزاب أو كنا نتحدث عن مستقلين، إلا أن النتائج النهائية ما زالت معلومة سلفا. نحن نتحدث بعد هذا اليوم وقبل هذا اليوم عن أغلبية الثلثين على الأقل للحزب الوطني، أغلبية مريحة في مجلس الشعب، والبقية بيتقاسم، ما بقي من مقاعد يتقاسم بين أحزاب المعارضة وبين المستقلين. هذه المعلومية المسبقة لنتائج الانتخابات أيضا تضعنا أمام علامات استفهام كثيرة. من الصعب علي أن أتحدث عن فرص كبيرة تطرحها الانتخابات على الأطراف أو على الأحزاب المشاركة، ولكن أتحدث أكثر عن قيود مستمرة. الخلاصة الثالثة تتعلق بالتمثيل النوعي، وأنا أتحدث عن تمثيل المرأة، وهنا الكوتا النسائية أعتقد أنها علامة فارقة وهامة في مصر. المحبط بالمقابل أن هناك انخفاض شديد لعدد المرشحين الأقباط، وأعتقد سيكون هناك انخفاض شديد لعدد النواب الذين يمثلون الأقباط المصريين داخل مجلس الشعب. هذه مسألة أيضا تستحق أن تناقش في مصر، هل الكوتا هي الحل؟ هل هناك وسائل أخرى لدعم تمثيل الأقباط في المجالس النيابية؟ أن نكون أمام حزب وطني يرشح ما يقرب من 800 مرشح وبينهم 10 فقط من الأقباط، الأحزاب الأخرى أيضا بأرقام متدنية للغاية، هذه مسألة خطيرة. الخلاصة الرابعة والأخيرة، أنا أعتقد مصر رفضت كحكومة الرقابة الدولية. العديد من المفكرين والباحثين والمنظمات دعت إلى رقابة دولية، ولكن رفض الحكومة كان على أساس أننا سنسمح للرقابة المحلية دون قيود. للأسف الشديد كل ما سمعناه اليوم أن هناك العديد من القيود التي فرضت على المراقبين المحليين، بدأت من قبل الانتخابات حسين بالترخيص لعدد محدود واستمرت اليوم بتعويق أعمال الرقابة الداخلية. من الأسوأ أن نكون أمام انتخابات بلا رقابة، هذه انتخابات لا نستطيع أن نقيمها حقيقة، ننتظر التقارير، لأن الرقابة تم وضع قيود شديدة عليها، هذه علامة سلبية للغاية. نعم. فهذه الأمور أعتقد علينا أن نعيد بها النظر بعد هذا اليوم. نعم، دعوني ضيوف الكرام أشرك معي عبر الهاتف في مداخلة دكتور عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. دكتور عصام، يعني في هذه الحلقة كان هناك انتقادات من بعض الباحثين لجماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بديمقراطية الإخوان، أريد منك أن توجز لنا موقفكم في موضوع الديمقراطية المصرية، وأيضا السؤال الذي يطرحه باحثون غربيون، تقولون مصر أولا أم الإسلام أولا، وبالتالي قد يغلب ذلك بعض المصالح غير المصرية على المصالح المصرية، وجهة نظركم لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخ حسين ولجميع ضيوفك، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير للجميع ولجميع المشاهدين. حقيقة الأمر أنه لا يوجد تناقض أبدا بين مصر والإسلام، بالعكس مصر كانت قلعة للدفاع عن الإسلام طوال تاريخها، والكلام عن غير ذلك هو كلام غير مستند إلى حقائق التاريخ ووضع للأمور في غير مسارها الصحيح. خلق تناقضات وهمية في أذهان البعض يخلق أحيانا التباس لدى المواطن المصري نفسه، ويضع في حالة من العداء الغير المبرر للدولة المصرية أو لعقيدته الدينية التي يؤمن بها غالبية المصريين، وللحضارة التي صانع الجميع في شارك الجميع في صنعها مسلمين وغير مسلمين، وهي الحضارة الإسلامية. هذا إجابة على السؤال الثاني، وأنا أعتقد أنها إشارة غير موفقة إطلاقا أن يوضع تناقض، كما أن البعض يوضع أيضا تناقضا وهميا بين الديمقراطية والإسلام،
ويدعي أن في الإسلام ما يسمى بحكومة دينية أو دولة دينية، وهذا خطأ فادح لا يجوز القبول به حتى الآن أو تكراره، لأن الحكومة الدينية أو الدولة الدينية عرفها الغرب في سياق تاريخي، في صراع تاريخي بين الباباوات الذين حكموا بالحق الإلهي وبين أباطرة الإقطاع أو أمراء الإقطاع، سياق تاريخي معروف لم يعرفه العالم الإسلامي ولا يعرفه الفكر الإسلامي ولا تعرفه العقيدة الإسلامية. من هذا المنطلق احنا قلنا كإخوان مسلمين أن قواعد الحياة الديمقراطية بحكم دستور نيابي وتعددية حزبية وحريات عامة واحترام لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان وحقوق متساوية لجميع المواطنين، قلنا أن هذا كله يتفق مع الإسلام، وأن الإسلام يقر وأقره قبل أن تعرفه المجتمعات الغربية. ونحن شاركنا في هذه الانتخابات مع آخرين بغية تطوير النظام السياسي المصري، ليس من الآن فقط ولكن منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، ونحن نشارك كإخوان مسلمين مع أحزاب معارضة رفعناها من زاوية النسيان إلى قبة البرلمان، ومع قوى مستقلة، ومسقنا مع الجميع من أجل تطوير النظام السياسي المصري عبر القاعدة التي أقرناها من زمن بعيد، وهي المشاركة لا المغالبة، مشاركة تستند إلى الأسس القانونية. ولكننا للأسف الشديد نفاجأ أن التعددية السياسية المقيدة التي كان يفضلها بعض ضيوفك تحولت إلى مواد للحياة الحزبية، أن الانتخابات التي مرت وكانت تحترم فيها أحكام القضاء لدرجة حل مجلسين متتاليين لمجلس الشعب بأحكام من أعلى محكمة وهي المحكمة الدستورية، تطورت إلى مزيد من الانتهاكات وتقييد العمليات الانتخابية. وكما أشار بعض المتحدثين إلى أن الإشراف القضائي الكامل الذي بعث الأمل في نفوس المصريين أن يمكن أن تكون إصلاح الحياة السياسية بدءا من إصلاح النظام الانتخابي وإصلاح الحياة الحزبية بدءا من وضع الحزب الديمقراطي أمام تنافس حقيقي وليس مجرد تمارين سياسية يستخدم فيها عضلات الأمن وفرق البلطجية لإرهاب المعارضين، تمرين سياسي حقيقي ينافس فيه قوة سياسية شعبية ولا ينافس فيه مواد هو الذي ساهم في صنعه وقتلوا في مهده وهو الأحزاب السياسية. هذا كانت هذه الانتخابات التي مرت في 2005 فرصة جيدة للتطوير والتعويل عليها لبناء نظام انتخابي يعيد الحياة السياسية من جديد ويعيد الحياة الحزبية من جديد، ولكن للأسف هذا اليوم شاهد انتكاسة بشعة بغياب الإشراف القضائي، بغياب الرقابة الإعلامية، بغياب منظمات المجتمع المدني، ورغم كل ما حاوله النظام السياسي في مصر والحزب الحاكم وقوات الأمن من حجب المعلومات، إلا أن تقارير أجهزة إعلام والمناشطين على المدونات والفيسبوك ورغم حجب موقعنا الإلكتروني، إلا أن الصور التي بثتها الفضائيات المختلفة عن حجم التزوير والانتهاكات والبلطجة والإصابات التي مارسها عنف من جانب الحزب الوطني وأنصاره ضد بعضهم البعض أحيانا وليس ضدنا فقط، ضد بعضهم البعض، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإلى سقوط مصابين، هذا أدى إلى انتكاسة شديدة كبيرة جدا. شكرا جزيلا لك دكتور عصام العريان، طبعا يعني لجماعة الإخوان المسلمين لوضع الأمور تطرح الكثير من الأسئلة لكم، ربما في حلقة مقبلة يعني بشكل مفصل نطرح عليكم الكثير من الانتقادات، ومنها ما يتعلق بتدين السياسة كما وصفها الأستاذ حمدي رزق قبل قليل، لكن آسف بسبب ضيق الوقت وكثافة الضيوف. لنتابع بعد هذا الفاصل الأخير مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من ساعة حرة والمزيد من المداخلات من ضيوفنا من القاهرة وبرلين وهنا في الاستديو، نتابع بعد قليل. الجزء الأخير من ساعة حرة، آمل من ضيوف إجابات مختصرة وآسف يعني لكثافة الضيوف، ولكن لإعطاء أكبر وجهة نظر ممكنة، أكثر وجهة نظر ممكنة. دكتور وحيد عبد المجيد، إضافة إلى ملاحظات دكتور عمرو حمزاوي، ما الذي يمكن استخلاصه من هذه الانتخابات؟ وقد تحدثت عن مفهوم ابن الدائرة يعني الذي يطبع هذه الانتخابات، إلى أي مدى يؤثر ذلك في المفهوم المؤسسي للبرلمان المصري؟ ربما أعيد طرح هذه النقطة، وهل يمكن الرهان على خلاص من هذا المفهوم في المستقبل القريب؟
لا، ليس في المستقبل القريب، يعني ليس هناك أفق لذلك في المستقبل القريب، لأن كما قلت في البداية الانتقال إلى انتخابات حقيقية له مقومات، هذه المقومات ليست متوفرة، بما فيها أيضا حد أدنى من التوازن، ليس بالضرورة توازنا كاملا، لكن حد أدنى من توازن القوى، هذا التوازن غير موجود، هناك طرفان كبيران، الحزب الوطني ومن وراءه أجهزة الدولة أو بالأساس أجهزة الدولة والإخوان المسلمين، هذا الاستقطاب هو يعني يكفي لإفساد أي عملية انتخابية في الوقت الذي تزداد الأحزاب المشروعة ضعفا وانحسارا. أيضا أنا مع عمرو حمزاوي في أنه بالفعل هناك فرق في اليوم، يعني لوحظ بشكل واضح بين الإدارة، هو لم يكن هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات في أي وقت، لأنه الإشراف على الانتخابات يشمل ما قبل يوم الانتخاب، لكن كان هناك نظام أن هناك قضاء في كل لجان الانتخاب، لكن اليوم مع وجود موظفين من نوعية معينة من الدرجات الوظيفية الدنيا في الجهاز الإداري المصري، ممن يتلفتون حولهم ويخافون من أي حركة أو سكنة، هؤلاء لا يصلحون لإدارة يوم الانتخاب بأي حال من الأحوال، ربما لا يكون الإشراف القضائي هو الحل الوحيد خصوصا على يوم الانتخاب، خصوصا وأنه ثبت أيضا أنه وجود القضاء في لجان الانتخاب له تأثيرات سلبية على صورة القضاء لدى الناس وعلى مكانتهم وعلى هيبتهم، لكن الحل هو في أن تكون هناك لجنة عليا محايدة حقيقية. اللجنة العليا للانتخابات لم تكن عليا ولا صغرى، حتى لم تقم بشيء يذكر في هذه الانتخابات، هذه اللجنة تخلت عن دورها للقضاء من ناحية وللجهاز الأمن من ناحية أخرى، وأصبحت إدارة العملية الانتخابية هي سجال بين القضاء والجهاز الأمني، في غياب يعني اللجنة العليا للانتخابات كانت متفرجة على هذه الانتخابات رغم أنها تتحمل مسؤوليتها، لأنه لا تكوينها ولا صلاحياتها ولا إمكانياتها تتيح لها أن تكون لجنة عليا. يمكن أن تكون هناك لجنة عليا بالفعل من شخصيات عامة مشهود لها بالحياد وبالنزاهة ومقبولة من جميع الأطراف بدءا من أجهزة الدولة إلى المعارضة، يمكن بهذه الطريقة أن ننقل الانتخابات القادمة نقل أو ننقذ ما يمكن إنقاذه في العملية الانتخابية المصرية. نعم أستاذ حمدي رزق، هل يمكن فعلا إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر هذه الطريقة والاستماع إلى الملاحظات التي أوردها دكتور عمرو حمزاوي وأيضا دكتور وحيد عبد المجيد فيما يتعلق ب يعني إعطاء روح الشفافية والنزاهة ربما إن صح التعبير لهذه العملية الانتخابية؟ يعني اولا يعني انا عايز اقول حاجه، في ما يسمى الارقام، لان الارقام لها مدلول في الحديث، لان انا ممكن اطلق احكام عامه بدون دلائل رقميه، فبالتالي تضيع الحقائق او تضيع الارقام في لجه الجدل حول شفافيه الانتخابات او عدم شفافيتها. يعني النهارده بالنسبه للمراقبين المحليين يعني واقعيا ورقميا في 12365 مراقب، هؤلاء لديهم شهادات ولديهم تقارير فلننتظرها قبل أن نصادر على المطلوب. الأمر الثاني، هناك 2365 قاضي بيشرف على الانتخابات في اللجان العامة، برضو أيضا لابد أن ننتظر ماذا سيقول القضاء. لكن اللي حاصل أن قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات البعض يصادر على المطلوب، وسيادتك استضفت أحد ممثلي تنظيم الإخوان غير الشرعي ليسكب على الانتخابات من سواد الجماعة ما يؤدي إلى إظلام المشهد السياسي المصري بشكل عام. ودليلي على ذلك أنه مثلا الإخوان المسلمين إذا كانت الأجواء مثلها يعني مشبعة بالغموض ومشبعة بالتزوير وما إلى ذلك، ما الذي دعاهم إلى الدخول؟ هم يتحدثون عن دخول بأعداد 136، ده رقم معلن، وأرقام أخرى غير معلن وأرقام أخرى غير سرية، وبالتالي الحديث مباشرة بعد إلقاء الأوراق على أن الانتخابات زورت أو الانتخابات لم تكن هناك رقابة، يعني هو السؤال لابد من رقابة أجنبية حتى تكون الانتخابات نظيفة؟ ثم البعض حتى يشكك في فلسفة الإشراف القضائي الكامل اللي كان في 2005، وبالتالي ما هو المطلوب على وجه التحديد؟ نحن لدينا تجربة سياسية لها
ما لها عليها ما عليها، نستفيد من التبرير السياسي لإحداث نقلة نوعية، ولكن ليس أبدا للارتداد للوراء، لأن الانتحار السياسي في مصر غير مطلوب على الإطلاق. من يريد أن ينتحر فلينتحر. أما طيب أنا شخصيا أتمنى التقدم للأمام. السلبيات اللي موجودة نحاول أن نتجاوزها ورويدا رويدا للوصول لتجربة انتخابية يرضى عنها هؤلاء وهؤلاء. نعم، سأعطي دكتور عمرو حمزاوي طبعا الرد على هذا، ولكن لنستمع إلى سكوت كاربنتر. أطلنا عليك سكوت يعني وأنت معنا في التغطية منذ الصباح، أريد منك تعليق موجز أخير يعني حول موضوع الرقابة الدولية تحديدا. هل تعتقد أنه يجب على السلطات المصرية أن تنتهج وتقبل هذه الرقابة في أي انتخابات مقبلة؟ دقيقة فقط لو سمحت. لا، لا يحتاجون لقبول الإشراف الدولي، وأنت لا تحتاج لوجود إشراف دولي كي تكون هناك انتخابات شرعية. الرقابة الدولية، رقابة الانتخابات، هي تعني ملاحظة ومراقبة كيف أن قوانين الانتخابات المحلية يتم تنفيذها. هذه ممارسة معمول بها في العالم، والولايات المتحدة ترسل مراقبين، الأردنيون اللبنانيون لهم مراقبين دوليين. إذن هذه الممارسة هي جزء من الممارسات الجيدة العالمية الجيدة، وهي ليست بالضرورة كي تكون هناك انتخابات مشروعة. إذن أنا أخذين بعين الاعتبار التجارب الماضية وعملي مع المصريين، محاولة إدخال مراقبين أجانب، أعتقد أن المصريين سيرفضون هذا. ولكن وجود انتخابات مشروعة وعملية شفافة لا يتطلب هؤلاء المراقبين. نعم دكتور عمرو حمزاوي في برلين، يعني لتنتظر نتائج المراقبين المحليين والتقارير ثم تحكم على الموضوع. هذه خلاصة مقاله أستاذ حمدي رزق، تفضل. نعم، يعني دعني أقول بداية أن من تابع اليوم، وأعتقد أن الزملاء قاموا بالمتابعة، هناك عدد من التقارير الأولية التي أصدرتها منظمات المجتمع المدني وجماعات المراقبة الداخلية، وجل هذه التقارير أتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مختلفة. أنا سردت البعض ولم أتحدث عن كل التجاوزات التي تمت الإشارة إليها. نعم، وبين يدي يعني حول مراكز التقرير الثالث لدار الخدمات النقابية والعملية دكتور عمرو يقول أن التسويد سيد الموقف. لو تشرح لنا عبارة التسويد فقط للمشاهد غير المصري. يعني هو أن الصناديق تسود، بمعنى أن الصناديق لا يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم، ولكن تؤخذ بطاقات الانتخاب وتسود لمرشح ما، على الأرجح بيكون مرشح الحزب الوطني أو المرشح المدعوم من أجهزة الدولة أو الجهاز الأمني الحاضر بكثافة في مراكز الاقتراع. هذا هو معنى التسويد. وهناك أحاديث عن نقل الصناديق كالعادة المصرية المؤسفة للأسف التي شاهدناها في 2005 و2000 وقبل ذلك من الانتخابات. ولكن أنا أقول من الصعب علي أن أتحدث في هذا اليوم حسين عن يعني عدم الانتحار السياسي أو عدم الحديث عن ارتداد إلى الوراء، لأن هذا اليوم يشكل للأسف، إن لم يشكل ارتدادا إلى الوراء، دعني أقول بمنطق إيجابي، أنه لم يشكل النقلة النوعية التي بحثنا عنها طويلا في مصر. هذه الانتخابات لم تتميز عن الانتخابات السابقة، وربما كانت أسوأ من انتخابات 2005. فهناك تقارير تدعم ذلك. المسألة الثانية، وأنا أتفق مع الزملاء عن الإشارة إلى خطر تدين السياسة، وربما كان من أفضل ما قامت به أو ما حاول أن تقوم به اللجنة العليا للانتخابات خلال الحملات الانتخابية، هو التأكيد على منع استخدام الشعارات الدينية، منع توظيف دور العبادة وما إلى ذلك في الحملات الانتخابية. للأسف هذه الشروط تم تجاوزها ليس فقط من جماعة الإخوان، ولكن أيضا من مرشحي الحزب الوطني. وللأسف الشديد، بجانب دخول الدين إلى السياسة أو استمرار حضور الدين في السياسة، هناك ظاهرتان أخريتان شديدة الخطورة. الأولى المال الانتخابي، نحن نتحدث عن تسعيرات للصوت الانتخابي وعن عمليات شراء للأصوات واسعة وفقا لتقارير مراقبين الأولية. نتحدث أيضا عن عمليات عنف، أن تستبدل السياسة بحضور العنف أو بالعصبية أو بصراعات العائلات وما إلى ذلك. نعم. المسألة فهذه ظواهر خطيرة، ينبغي ألا نختزل فقط في تدين السياسة، هناك ظواهر خطيرة أخرى. نعم، في نصف دقيقة الملاحظة الأخيرة حول الإشراف القضائي. نعم، إن كانت اللجنة العليا لها من الصلاحيات والإمكانيات ما يمكنها من القيام بعملها بصورة محايدة وبصورة نزيهة، تضمن شفافية انتخابات وتضمن وجود المراقبين المحليين، لن تحتاج مصر إلى الرقابة.
الرقابة الدولية، الرقابة الدولية لا تستبدل الرقابة المحلية والإشراف الداخلي. المشكلة في مصر أن الإشراف الداخلي فيما سبق وفي هذه الانتخابات تحديدا والرقابة المحلية بتعوق وبيضيق عليها بصور متعددة. نعم دكتور وحيد عبد المجيد، نصف دقيقة أيضا لك عن موضوع الرقابة الدولية أو أي خلاصة لو سمحت. لا، موضوع الرقابة الدولية أخذ أكبر من حجمه بكثير، لأنني في متابعتي للانتخابات في كثير من البلاد لم أجد رقابة دولية فعالة، بل وجدت رقابة دولية مارست شهادة زور كما حدث في السودان أخيرا وفي بلاد أخرى، لأن الرقابة الدولية غالبا لا تستطيع أن تعرف كيف تحدث عمليات التزوير وتقنياتها التي تختلف من بلد إلى بلد. نعم. وعاداتها وتقاليدها، وبالتالي موضوع الرقابة الدولية هذا أسطورة في اعتقادي، يعني يأخذ حجما أكبر من حجمه بكثير. لو أن هناك مقومات كافية للعملية الانتخابية لن يثير أحد موضوع الرقابة الدولية. نعم أستاذ حمد الرزق أيضا نصف دقيقة لك. بالنسبة للرقابة الدولية هي مرفوضة، لكن الرقابة الدولية حقيقة دخلت الانتخابات المصرية ملتحفة تحت تمويلات تحالفات الرقابة المحلية، بمعنى رصدا ورقما في 950 ألف دولار أمريكي موجودة في يد المراقبين المحليين ويعترفون بها، وقدموا مشروعات للرقابة وللتدريب الديمقراطي ومراقبة الانتخابات وما إلى ذلك، وتحصلوا على هذه التمويلات. وبالتالي حتى الرقابة الدولية ليست القضية أن يأتي رجل أشقر وعيونه خضراء لكي يراقب الانتخابات المصرية، لا، مصري وعيونه سوداء ولونه قمحي وبيحب مصر قوي، ولكن ممول أجنبيا وسوف يرسل تقاريره إلى هذه المنظمات لكي تدين الحياة السياسية المصرية كما يدين هذا أو ذاك، ويصادرون على المطلوب حتى قبل انتهاء الانتخابات. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة مجلة المصور المصرية، كنت معنا من القاهرة. شكرا دكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز أهرام للنشر والترجمة. شكرا دكتور عامر حمزاوي مدير برامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي. شكرا سكوت كاربتر كبير باحثين في معهد واشنطن، ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا طوال الساعتين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام المتابعة، وإلى اللقاء.